لا حديث في الآونة الأخيرة سوى عن قرار زيادة الأجور، كيف لا، وهو سيساعد الطبقة المتوسطة الدخل في مقارعة تكاليف المعيشة. بصفته سيضيف هذه السنة 4500 دينار جزائري إلى رواتبهم كأقل تقدير. نثمن قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالزيادة في الأجور، كما نشكره على الزيادات المتتالية ونطلب منه الزيادات لكل سنة إن شاء الله. بالعامية عامة الشعب أنه الموظف يقدر يشري دجاجة، يقدر يشري رطل تاع لحم. نشكر رئيس الجمهورية على هذه الالتفاتة للطبقة العاملة. أنا واحد من الناس مليحة إن شاء الله، راحت إنسان لكل حال تبلع بها باب. يكون أدنى أجر لعامل الممرض الصحة يكون فوق 35 ألف دينار جزائري. مجهودات تحسين القدرة الشرائية لم تتوقف هنا، فقانون المالية الجديد لم يتضمن أي زيادة في الأسعار على عكس السنوات الماضية، وهو الأمر الذي استحسنه الموظف. لحد الآن ما كاش ملموس، مازال ما بانتش الزيادة اللي تحدثوا عليها، ولكن نثمن هذا الأمر الذي قام به رئيس الجمهورية، لأنه في السنوات الأخيرة لو رجعنا إلى الخلف لوجدنا أن هناك عند بداية كل سنة جديدة كانت هناك زيادة في الأسعار دون زيادة في الأجور، ولكن بما يقوم بها رئيس الجمهورية هذا العام الجديد راه يقول بلي كاين زيادة في الأجور، فيما يقابل أنه ما كاينش زيادة في الأسعار. رانا نستناو في هذا الراتب بفارغ الصبر إن شاء الله. وصلك في قرار رئيس الجمهورية في الزيادة في الأجور؟ قرار رفع أجور العمال لتحسين معيشتهم وقدرتهم الشرائية واحد من التزامات رئيس الجمهورية 54، جعل جميع من التقيناهم ينطقون بعبارات الشكر والتثمين، وكلهم في انتظار تجسيدها على أرض الواقع. بلا شرفاوي، لتلفزيون النهار، من عين الدفلة.